بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أجمل تحية وأكبر تحية للإخوة والأخوات الداعمين لهذه القناة والمشتركين فيها وأيضا المتابعين والمشاهدين. كنحييكم جميعا وتنقول لكم مرحبا بكم، 100,000 مرحبا بكم. كما لا يخفى عليكم، فالمملكة المغربية كتمتلك 23 طائرة مقاتلة من طراز F-16 من فئة البلوك 52 النوعين سي ودي. إجمالا هذه المقاتلة كتعتبر مقاتلة متعددة المهام، تمتاز بالأداء القتالي العالي ولها القدرة الكبيرة على المناورة وتنفيذ الضربات الجوية الاستراتيجية وعمليات الهجوم على الأهداف الجوية المعادية، أيضا إبطال الدفاعات الجوية والعزل الجوي لمنطقة الأعمال القتالية، بالإضافة إلى مهام الدعم الجوي القارب. أثبتت ذلك من خلال مشاركاتها في العديد من المعارك التي أثبتت قدرتها على الاشتراك في المعارك الجوية والغارات الأرضية على حد سواء. وباعتبار الرادار هو القلب النابض لأي مقاتلة في العالم، فليست المناورة وليست السرعة وليست الحمولة الخارجية، بل الرادار. الرادار هو الذي يحدد إلى حد كبير قدرات أي مقاتلة على القتال الجوي والقصف الأرضي في حالة وجود الذخائر المناسبة. طبعا سنحاول تبسيط بعض المعلومات عن الرادار RPG-28 إصدار V9 الحديث والعامل على المقاتلات F-16 في ترسانة سلاح الجو المغربي. هذا الجيل هذا اللي هو كيتعتبر جيل جديد الذي جاء خلف سلسلة الرادارات السابقة من فئة V1 ومرورا بالخمسة والستة والسبعة والتوالت النسخ والتي لم تقدم الكثير، فكان آخر إصدار من هذه الفئة وهو V9 الذي تحمله F-16 بلوك 52 المغربية. كتميز هذه النسخة هذه بقدرتها الفائقة على تحليل المعلومات وتزيد بنسبة مئوية عن الرادارات السابقة، وبذاكرة عملاقة تكبر النسخ السابقة بمرات ومرات عديدة، مع قدرات هائلة على التتبع لعدة أهداف في أقصى ظروف تشويش. كما تقدم للطيار درجة وضوح ونقاء عالية في جميع الأنماط، بالإضافة لكاميرا لرسم الخرائط الأرضية العالية الدقة، هذا إلى جانب توافقه مع أنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة وقدرات إطلاق الصواريخ المتطورة كصواريخ جو سيد ويندر والأمرام، بالإضافة إلى الذخائر الموجهة بالأقمار الصناعية وحتى الصواريخ الجوالة. أما بخصوص المدى الراصد لإصدار V9 فيصل إلى 300 كيلومتر. إذن فالRPG-28 إصدار V9 يقدم معالجة عالية السرعة للمعلومات بذاكرة بسعة أكبر وصورة رادارية عالية الوضوح ومدى كبير، مما يمكن الطيار من التعرف والتحديد الأهداف الأرضية بدقة من مسافة معتبرة وفي كل ظروف الجوية. هادشي اللي كاين. كنشكركم بزاف وكنحييكم جميعا وتنقول لكم دمتم سالمين والى اللقاء.